on with you, Ms. Shaima Munir. Welcome everyone. الفيديو اللي فات خلصنا فيه parts of speech أقسام الكلام وتقدروا ترجعوا للفيديو. النهاردة احنا هنتكلم فيه عن sentence أنواع الجمل في اللغة الإنجليزية. عندي sample sentence, compound sentence, complex sentence. في الفيديو ده هنتعرف بس على sample sentence و compound sentence. Let's start. أول حاجة معايا هي sample sentence وهي جملة بسيطة هي بتحتوي على فعل واحد فقط. يبقى الجملة اللي sample sentence الجملة البسيطة بتحتوي على فعل واحد فقط زي ما أقول I saw a man. So هنا ده الverb الباست بتاعسي الماضي بتاعسي I saw a man جملة بسيطة هي. أو أقول the man was riding a bike. كده أنا عندي جملتين ممكن أربطهم ببعض عشان أحصل على جملة واحدة بسيطة. يعني ممكن أقول I saw a man riding a bike. خلاص أنا دمجت الجملتين مع بعض عشان أحصل على جملة واحدة بس بسيطة. طب إيه compound sentence حكايتها إيه؟ هي عبارة أو معناها جملة مركبة. يعني هي بتتركب من جملتين بسيطتين وكل منهما معنى مستقل بيتم ربطهما بحرف عطف. تمام؟ إيه الحروف العطف؟ عندي and, but, or. And, but, or. دي هي حروف العطف. هنبتدي مع بعض بand. هنعرف استخدامها ومعناها إيه وإمتى بستخدمها. And أنا بستخدمها لما في عندي جملتين ليهم علاقة ببعض. في الحالة دي بربطهم بand. زي لما أقول علي did his homework. علي عمل الواجب بتاعه. أحمد helped him. أحمد ساعده. عايز أربطهم ببعض؟ بالضبط كده هقول علي did his homework and أحمد helped him. علي عمل الواجب بتاعه وأحمد ساعده. لكن عندي هنا but معناها ولكن. طيب سهلة جدا معناها طبعا أو بستخدمها لو أنا بربط ما بين جملتين عكس بعض. تمام؟ مختلفتين أو عكس بعض. يعني ممكن أقول خالد is rich. خالد غني. هذه جملة. الجملة الثانية he is unhappy. هو غير سعيد. هربطهم ببعض بإيه؟ very good ببعض. هنقول خالد is rich. خالد غني but he is unhappy. ولكن هو غير سعيد. كده جملتين عكس بعض. Or ودي آخر حاجة معايا النهاردة فأنا بستخدمها طريقة سهلة جدا وبسيطة. بستخدمها لما يكون عندي جملتين لازم أختار ما بينهم. يعني إيه أختار ما بينهم؟ يعني مثلا لما أقول We can play football. إحنا نقدر نلعب كورة. أدي sentence. الجملة الثانية We can watch TV. نقدر نشاهد التلفزيون. عايز أختار ما بينهم هقول إيه؟ We can play football or we can watch TV. نقدر نلعب كورة أو نتفرج على التلفزيون. ده كان الدرس بتاعنا النهاردة سهل جدا وبسيط. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.